نعم، إن سيمون مباراة دوري ساعة الأبطال الأغنية تعني أجبري بالضرورة لي أن كونتيكي لقاءات مع نتومبي فرق سور من أن العيار بوت الثقيل تنتظرنا. دو تري لقد وقعنا كونتيكي في مجموعة نوتامون لا ليغ بها فريقين لي كبيرين، كي ولا سيما الأهلي، الأهلي الذي ميور هو إيكيب بنظري بيرسونال نظري أفريكان. الفريق الأفضل في أفريقيا نوتر خلال أوبجيكتيف الأعوام سورا كان الماضية. دو ديسيدي دو هدفنا لا سكاليتي سيكون ألوغ فورسيمون التأهل، نوتر أمبيسيون وطموحنا بالضرورة أبخي تخوا سيتحدد بوان بعد ماتش نو مباراتين أو بيرميترا ثلاثة، دو فوار ستسمح سي لنا هذه سي المباريات جوار بمعرفة سي إذا كلو ما لا كنا يشارك شي لا سنذهب إلى بريمير المركز كلاسيك الأول كاس أو الثاني، دو وفي سي هذه كالا الحالة يجب أن دو فوار نتعامل دابور مع بخوا كل ماتش مباراة أبخي على ماتش حدة. بالتأكيد إفكتيفمون اللعب دون لو ميم في كالا مجموعة يجي واحدة مع الأهلي، سي الأهلي ايفورمون الذي دو هو مرجعية فوتبول كرة القدم افريكان سي الأفريقية، هو ليكيب الفريق افريكان الذي دي كلوب لديه الخبرة ليكيب الكبيرة في كاريتي لا لعب ريمبورتي كأس العالم سي ليكيب دي للأندية، فرانس الفريق فرانس المتمرز كونسيكون في فوز سيكس البطولات ليكيب الأفريقية، هو حامل كي اللقب. ا بوكو الأهلي دانتونسيو هو الفريق الذي يضم بين صفوفه كي العديد من اونت بيو اللاعبين لون دي فرانسو الدوليين. سنترال الأهلي سي هو نيس الفريق الذي باع قلب دفاعه إلى نيس الفرنسي. سي كي سون الأهلي ان أيضا كوتش هو الفريق الذي تري اكسبيرمونتي يدربه كي ترافاي مدرب اوسيلا على كي اتي مستوى سيليكسيون عال، اولمبيك وهو لديه خبرة دونك كبيرة ليكيب ونجاحات كي كبيرة لا سيما في ايمانتي النمسا. لا دونفيو أحد ينسى اي اون فورسيمون تجربته مع منتخب النمسا. جو بونس في كو كل الأحوال فو لو فوار كوم لقاءنا مع الأهلي هو لوبورتونيتي كو تحد نوتيستي لي تشالنجي حقيقيا اون سي بالنسبة كو سي ماتش لنا، اوفير va ونعلم أن être une هناك ambiance أجواء très صعبة difficile تنتظرنا في mais القاهرة، on aura envie وسوف نعمل على de montrer إظهار la meilleure أفضل image et la صورة meilleure version لنا de nous أمام et جمهور c'est pour الأهلي. ça qu'on ما fait ce نعرفه travail عن الأهلي est-ce هو que c'est أنه à la واحد ligue من l'une أفضل des الفرق plus الأفريقية، emblématiques ونعرف أيضا أن continent كرة القدم africain المصرية ذات مستوى c'est que le تنافسي football est عال efficient بما تملكه et مصر très من بنية compétitif avec une تحتية infrastructure de très رائعة haut niveau avec وموارد des مالية moyens تسمح بالحفاظ على qui اللاعبين permettent de الدوليين في conserver البطولات des المحلية، joueurs وأيضا internationaux تسمح qui باستقدام permettent aussi de لاعبين faire venir دوليين. des إن joueurs internationaux البطولة c'est un المحلية المصرية championnat ذات qui مستوى عال جدا، l'intensité ويمكن très مقارنتها élevée ببعض qui peut الدوريات se comparer الأوروبية. à ce type نعرف de ذلك championnat جيدا، donc وهذا on le sait يستوجب علينا العمل بمزيد من il faut la التركيز. connaissance de نعرف l'effectif أيضا bien sûr va أن prendre حارس ça de مرمى manière plus précise on الأهلي sait سبق notamment له que الفوز بلقب الأفضل le داخل gardien أفريقيا، وهو أيضا حارس titulaire مرمى le gardien المنتخب équipe nationale الوطني. إذا donc تنتظرنا مواجهة مع فريق conséquent كبير، va وإنه s'attendre à une équipe حامل aussi اللقب. locale نعم، بالضرورة، بالتأكيد الأهلي لديه qui est الفرصة الأكبر très للتأهل، لأنه الفريق important حامل c'est اللقب، bon وفريق وهو évidemment فريق c'est un joueur لديه compétitif خبرة المواعيد الكبرى ومتمرس في expérience مثل هذه c'est une النوعية équipe من المباريات. بعد expérience الأهلي هناك avec شباب des بلوزداد وأورلاندو بايرتس، joueurs وهما فريقان avec لديهم des خبرة كبيرة بالبطولة الأفريقية. ثم يأتي بعدهم نحن، ونحن سوف نفعل كل ما في وسعنا لكي نتأهل. سيما أن المجموعة بها أربع فرق وفريقان فقط سوف يتأهلان إلى الدور التالي. nous on va tout faire pour aller chercher la qualification. Alors le tirage au sort de la Ligue des Champions